المطبخ شوفوا فنوني طبختنا الليلي مجنوني حط المقلى فوق النار من هالطبخة يا ستار طبختنا على الخفيف رص بصل مع نص رغيف شباب اقولهم هي صاحبكم مشروع شيف مع مندي أهلا فيكم بالحلقة الأولى من مشروع شيف مع أرز مندي وإحنا أكيد بالموسم الثاني عم نقدم لكم مواهب الشباب والصبايا الأردنيين ولكن بموهبة الطبخ وأكيد معنا لجنة التحكيم رح تحكم بين الأشخاص اللي عم بتباروا معنا بمشروع شيف أهلا وسهلا فيك يا غادة أهلا كيف حالك تمام؟ الحمد لله الحمد لله تيمور أهلا وسهلا فيك أهلا لين وأكيد روان التميمي أهلا وسهلا فيك معانا ثلاث شفات رائعين وهم رح يكونوا الحكم لنعرف مين الشخص رح يقدر يكمل معانا ويوصل للقب مشروع شيف مع أرز مندي المرحلة الأولى رح يكون معنا 16 متسابق بتتراوح أعمارهم بين 11 و16 سنة متقسمين على 8 حلقات في كل حلقة واحد بس بيتأهل معنا للمرحلة الثانية قوانين المرحلة الأولى المتسابقين جايين مجهزين الطبخة ولكن تحدي المرحلة الأولى رح يتفاجأوا بأنهم مش رح يطبخوا هاي الطبخة رح يطبخوا طبختهم المفضلة بالبيت اللي أهل المتسابقين رح يقترحوها كل متسابق اختار ضيف يكون معه يا والده أو والدته وموجود هذا الضيف عشان يساعد بالوصفة طول وقت الطبخ بس ممنوع يقوم عن الكرسي قررت لجنة الحكم إعطاء وسيلة مساعدة للمشتركين لأنه أعمارهم صغيرة والمطبخ جديد عليهم قدام كل ضيف في زر وهذا الزر بيقدروا يكبسوا عليه لما يحسوا حالهم لازم يتدخلوا بالطبخة الحد الأقصى لوجود الأهل بالمطبخ 3 دقائق لكن الوقت بيمر الضعف يعني لو استخدموا 3 دقائق كلهم رح يخسروا فعلياً 6 دقائق مش شرط الأهل يستخدموا كل 3 دقائق في نفس الوقت يعني بيقدروا يقسموها كل متسابق معه وقت محدد ليجيب مكونات الطبخة بعد هيك ممنوع يرجع يزيد أي مكون مدة الطبخ 40 دقيقة ولازم يكون الطبق مسكوب جاهز لتقديمه للجنة الحكم بحب أذكر أنه الفائز أو الفائزة معنا رح تحصل أو رح يحصل على 3000 دينار عم بيقدموا لكم إياهم أرز مندي وأكيد مع شركة أبو عودة إخوان هلأ صار الوقت أنه نتعرف على المشتركين لليوم بدي أرحب برند أهلا وسهلا فيك يا رند كيف حالك؟ نيحة تمام؟ اه الحمد لله والمشتركة الثانية معانا هي نورة أهلا وسهلا فيك يا نورة مرحبا شو أخبارك تمام؟ اه متحمسين ولا كيف الوضع؟ متحمسين أنا اسمي نورة التاية عمري 12 أنا اسمي رند حداد عمري 12 ونص ممكن تحكوا 13 هلأ صار الوقت إن نتعرف على الضيوف اللي هم اختاروا إنهم يكونوا موجودين معاهم وهذا واحد من تغييرات اللي قررنا إن نضيفها على مشروع شيف بموسمه الثاني رند مين قررت تكون موجودة معك ضيف اليوم؟ ماما أهلا وسهلا فيكي تعرف على اسمك بليز؟ نادية حداد أهلا وسهلا فيكي يا نادية ونورة مين اخترت يكون موجود معك؟ أمي برضو أمك؟ نتعرف على اسمك؟ نسرين أهلا وسهلا فيكي يا نسرين طيب هلأ رح نتعرف على إيش هم الطبخات اللي هم محضرينهم رند نبلش معك Mexican rice with fried chicken. حلو. Mexican rice with fried chicken. ونورة. دجاج مع بهارات ورز مع خضرة. حلو. تمام. طيب. إيش هي الأكلة المفضلة عندكم بالبيت وأكثر إشي الأولاد بيحبوها عندكم بالبيت؟ إحنا بالبيت الأوزي. الأوزي. تمام. وعندكم إيش هو الطبق المفضل عندكم؟ أوزي لازانيا. تمام. طيب. في عنا مفاجأة لكم. يا رند ونورة. الأطباق اللي أنتم حضرينها من قبل مش هي الأطباق اللي أنتم رح تطبخوها الماما حكت إن الأكل المفضل عندكم بالبيت هي الأوزي ونفس الإشي عندكم يا نورة صح؟ طيب هذا هو الطبق اللي أنتم رح تطبخوه لليوم يعني اثنيناتكم اخترتوا الأوزي وبهيك رح نشوف تحدي كتير قوي بيناتكم جاهزين لهذا التحدي؟ لما غيرتوا الطبخة أنا توترت لأني ما كنت متدربة على أوزي صراحة يعني خفت شوي بحب أذكر إنه شخص واحد فقط هو اللي رح ينتقل معانا للمرحلة الثانية بعد ما يدوقوا الحكام الطبق اللي رح يقدموا لهم إياه وبعديها رح نكتشف مين رح يكمل معانا ومين لا طيب هلأ رح ننتقل للمطبخ لنشوف إيش هي الأشياء اللي إحنا رح نحتاجها رح أعطيكم شوية وقت إنكم تلموا كل الأغراض اللي أنتوا رح تحتاجوها بس قبل في معلومة كتير مهمة لازم تعرفوها قدام كل واحدة من الأمهات في بزر هذا البزر تقدروا إنكم تضغطوا عليه لما تحسوا إنه أنتوا لازم تتدخلوا وتساعدوا بناتكم بالمطبخ بس
في معلومة برضو كتير مهمة لازم تكونوا عارفينها، إنه بمجرد إنكم أنتوا تتدخلوا رح يكون معاكم فقط 3 دقائق، ووقتيها الوقت رح يصير يعد الدبل. يعني إذا أنتوا استغلتوا 3 دقائق كاملين بوجودكم معاهم بالمطبخ بتساعدوهم رح ينقى منكم 6 دقائق. تمام؟ طيب نورة وراند، هلأ صار الوقت إنكم تختاروا المقادير والمكونات اللي أنتوا رح تحتاجوها لتعملوا الأوزي. وبحب أذكر مرة تانية إنه أمهاتكم رح يقدروا إنهم يعطوكم الوصفة أو كيف ممكن إنكم تطبخوا بطريقة أصح، ولكن ممنوع إنهم يعملوا أي إشي يساعدوكم فيه. يعني ممنوع يقوموا على الكرسي إلا إذا رح يكبسوا البزر اللي موجود قدامهم. تمام؟ يلا هلأ صار الوقت إن نلاقي مكونات الأوزي لليوم. رند، ايش هي المكونات اللي اخترتيها لتقدمي الاوزي لليوم؟ اخترت طبعا الرز مندي ولبن عشان اقدمه. اوكي. جبت زبده وثوم وبصل وجزر ولوز وبهارات اوزي. اوكي. وثوم بهار وبازيلا، فلفل اسود مطحون وملح. ممتاز. واللحمه؟ واللحمه بدنا ننزل اللحمه. طيب ممتاز. نورة، ايش المكونات اللي اخترتيها لتعملي الاوزي؟ اول شيء بهارات الثوم، ملح وفلفل اسود، اوكي، بازيلا، تمام، وبهارات الاوزي وجنزبيل مطحون وارز مندي وكمان زبده واللحمه ولبن مشان احطه مع الخيار. وين الخيار؟ طيب رح تحطيه معه. شكله لازم انك تقدمي اللبن لحاله. طيب رح يكون معنا 40 دقيقة لنقدر انه نعمل الطبخة كاملة. بدنا نركز كتير منيح انه نقسم وقتنا صح؟ وبحب اذكر انه اذا اي وحده من الامهات حبت انها تتدخل بس تضغط البزر اللي موجود قدامها، وقتها رح تقدر انها تساعدكم بالطبخ. غير هيك هي لازم تساعدكم او بتقدر تساعدكم قد ما بدها بس بالحكي. تمام؟ جاهزين؟ مش سامع صوتكم، بدي اسمع صوتكم. جاهزين؟ يلا. طيب تمام، والوقت بلش. كمان كاسه؟ يلا قبل شوي شفنا انه اختاروا المكونات تبعهم، هل برايكم المكونات اللي اختاروها كافيه ليعملوا الاوزي؟ يعني انا بالنسبه لي الحلو موضوع انه كل وحده او كل ست فيهم عندها طريقتها بالاوزي. صح. مش شرط يعني كل وحده تكون مثلا ماشيه على، يعني اوكي في اساسيات للطبخ بس كل وحده عندها طريقتها. فكتير حلو موضوع، احنا شايفين كل ام عم تعطي بنتها طريقتها. يعني يعني بكره البنات بيكبروا بتحكي فهذا حلو، يعني في ملمس حلو لانه البنات بيكبروا بقول لك انا هاي الاوزي عطريه امي، فكتير حلو وراح يطلع طعم مختلف. متعوده انت عم تستخدم السكينه الصح نوره؟ ما انا بتالي حتكره البصل اكثر. ما انا زعلت عليه عن جد. لما امسك سكينه كتير حاده انا بخاف. طب انت ما بتفكري انك تستخدمي البزر بهاي الحاله عشان تساعديها تخلص من ما البصر. بدها اساعدها. هي ما بدها تساعد. ما بدها اساعد. انا رفضت امي تتدخل لانه انا حسيت حالي انه بقدر اسوي الطبخه لحالي بدون ما امي تساعدني. كان عندي يعني ثقه بالنفس. وبتيمور دخل على السريع عشان يساعد. بحب احكي لكم يا رند ونورا انه معاكم 35 دقيقة ورح احكي لكم انه وقتكم خلص. 35 دقيقة ننتبه للوقت. يلا ماما يلا 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 علي على الغاز حرك افرمي الجزر بسرعة بسرعة كمان كمان كمية ما بكفي كمان كمان بسرعة 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 اسرع انتبهي لايديكي انتبهي للحمة بسرعة اللحمة لسه بدها وقت. يلا يلا معلش معلش. ايوه كيف تنزل. اوكي حطي 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 حطي. ايوه ايوه وطي الغازي.
بحب أذكر مرة تانية إنه إذا بدكم تساعدوا بناتكم بالمطبخ لازم نكبس البزر اللي قدامكم، غير هيك ممنوع نمسك أي إشي موجود على الطاولة، تمام؟ قررت أمها لنورة إنها تساعدها فضغطت على البزر. بحب أذكر إنه هون صار الوقت عم بعد دبل. نورة بتحسي إنه هذا الوقت الصح اللي أخذتي مساعدة أمك فيه، يعني ما حتحتاجيها لوقت تاني؟ يعني الإشي اللي عملته كتير بسيط، بس حطت المي على النار. ممتاز. هيك أنت ما أخذتي كل الوقت، فممكن إنك تردي ترجعي تكملي معاها الوقت اللي أنت ما استغلتيه من الثلاث دقايق كحد أعلى معك إياه. أوكي. حطيتي ملح؟ يا ما هذه فيها ملح، ما تحطي ملح. حكي لنا الوضع هون، انت هون الماما هون بدنا نشوف طبختك، نشوف وصفتك انت هون. ضايل 17 دقيقة يا نورة ورند معك 19 دقيقة. احكي لها اكيد المي عيش. حميها. حمي المي. حمي النار. ايوه. يلا. نورة ارجعي هون. ممنوع تمسكي شيء. سوري. قصدي. خلص هي بدك تحكي لها، انت بتنقلي لها المعلومة وهي بتعملها. حطي الثانية. مش انت عم تطبخي. يلا. حطيها على الجبنة. اسرع، انت ليه كمان برضه هون؟ ليش في بخل بالمطبخ؟ هون حطيتي ربع كاسة مي، زيدي كمان شوية مي. طيب صفتنا هلا بالجهتين عم نطبخ الرز. خليني احكي لكم معلومه كثير مهمه، انه احنا متوقعين انه نشوف الرز بشكل كثير حلو، لانه اصلا احنا عم نستخدم رز مندي، وهذا الرز بيكونوا متاكدين من الشركه انه يكون كل حبه بحبتها، يعني ما راح يكون في عنا ولا حبه رز مكسره، لانه مش بس بفقدوه بالمصنع اول مره، وبرضه يدويا بردوا بفقدوه كمان مره ليتاكدوا انه عم بيوصل رز مندي عنا على البيت بطريقه ممتازه. فاحنا عم نتوقع كلجنه التحكيم وبرضه لا قدام الكاميرات انه احنا نشوف الرز بطريقة كتير حلوة عم بنحط قدامنا على الصحن. نورة رح يكون معك 15 دقيقة. يلا ماما. بس. ورندا معك 17 دقيقة. طب شوي شوي ما بدي. فنمشي شوي أسرع عشان نلحق إنه نقدم الطبق بالوقت المناسب. مرة ثانية نورة ماما قررت انها تساعدك مرة ثانية بالمطبخ. لا بس لانه طنجرة بطاقة مش صح. ضايل معاكي 4 دقايق يا نورة. يلا ورندا ضايل معاكي 7 دقايق. حمي النار. يا اوكي حمي النار وحطي هذا بسرعة عم بضيع وقت. نورة الثلاث دقائق اللي ضايلين معاكي بدك تكوني انت محضرة كل اشي وحاطتيه بالصحن، تمام؟ لما الوقت كان عم بخلص حسيت حالي انه I was panicking لانه الرز كان عليه مي كتير وما كانت عم تنشف وما كان عندي وقت. شوفي لي الرز ايش وضعه؟ طيب نورة صار وقت الكاونت داون، رح اعد لك ثواني باقيين معاكي 10 ثواني.
او ماي جاد. 9 اوكي بالنص. معك الوقت. يلا يلا. لا ماما. 7 تحت عشان ما اذا 6 5 زيني باللوز. 4 زيني باللوز. ستوب. 3 زيني باللوز. 2 زيني باللوز. 1 وقتك خلص. بدي اطلب منك انك تحطي حطي بقى اللوز. حطي بقى اللوز. وقتك انتهى. وبهيك بكون خلص وقتك يا نورة. برافو عليكي، قدمتي الطبق. بعرف إن الوقت ما كان كتير بيساعد، بس انتي عملتي اللي عليكي. برافو عليك. قبل شوي شفنا رند ونورة عم يطبخوا عنا بالستوديو، كان أدائهم كتير حلو، كان في تشجيع من أمهاتهم. نورة أمها دخلت وكانت القرار لإلها إنها تطبخ معها. خلينا نشوف إيش رأي الحكام بطبقك يا نورة. طيب أنا سؤالي، أنت كيف تعمل الأوزي؟ أنا كيف بعمل الأوزي؟ زي هيك بس. زي هيك يعني تعمليها؟ بس لا لحمة، لحمة أكتر. أوكي. لحمة أكتر. لا سيدي إيش موجود؟ إيش تحطي كمان معها؟ ولا هيك بس أنت تحطي لوز ولحمة وخلاص يعني؟ إيش يعني؟ أنا بس بعملها صرار، ما بعملها هيك. هذا في ناس هذا 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 حلو الموضوع، إنه أنت يعني خلاص تعمليها على طريقتك. فحلو إنك أنت شايفة صحن بنتك بالطريقة اللي أنت عملتها. برجع بحكي كمان مرة، أول مرة بتفوتي مطبخ كتير صعب واحد يسمع لأهله، خصوصاً بالبيت، وأنت هلأ جبيتها كمان على الاستوديو عم تسمعي لها، فبرضو برافو عليكي. 40 دقيقة تعملي كل هذا الإشي، أنا برضو يعني بشجعك عليها. بس إشي واحد بحكي لك إياه، يعني كان بفضل اللوز تقليه بزيت بدل الزبدة، عشان الزبدة درجة حرارة الاحتراق تبعها كتير واطي، واللوز كتير منحرق بسرعة، فلازم هيك شوي أسد. شكراً يا تيمور. روان، أول شيء يعطيك العافية نورة، برافو عليكي على الإشي اللي عملتيه. صراحة طريقتك كثير غير، أو يعني نكهتها غير عن النكهة اللي أنا متعودة عليها. بعرف أنك التحقت بالوقت بأربعين دقيقة، بس حسيت الرز شوي يعني بده المية تبعته تنشف أكتر، ولو في هيك بازيلا شوي كميتها تكون أكتر بالرز كمان بيكون أحسن. بس غير هيك برافو عليكي ويعطيك العافية. طيب غادة احكي لنا شو رأيك. بصي يسلموا ايديكي طبعا، شطورة. أول حاجة قبل ما نساها، زي ما قال شيف تيمور، كان يفضل انك تقلي اللوز لو عايزة تحطي زبدة حطي يعني حطي معها زيت، ما تحطيش بس زبدة. مظبوط. فكده ساعتها هتبقى عندك وهتاخدي قرمشة، لأن شوية الزبدة بتطري بترطب اللوز، فاللوز شوية مرطب لأنه معمول بزبدة بس. فنصيحتي ليكي المرة الجاية تحطي زبدة وزيت مع بعض، هتاخدي القرمشة من الزيت وهتاخدي النكهة من الزبدة. حبيت لما مامتك قالت لك حطي الزبدة اللي طلعت النكهة على الرز، الحاجات دي كتير بتفرق في النكهة، فأنا حبيت جداً الجزء ده. مش هقول لك حاجة على طريقة التقديم لأن الوقت لحقك، فالتقديم شوية بسيط جدا، بس في الاخر برافو عليكي ان انت في السن ده وقدرتي تعملي. انا اولادي ما بيعرفوش يعملوا كوبايه شاي، هم اكبر منك. برافو عليكي. برافو عليكي، واكيد ما كان اشي سهل انك انت تقدمي الطبق لليوم. برافو عليكي. رح نستنى نشوف ايش حيكون راي الحكام بعد ما يذوقوا الطبق رند. يلا. روان. بس أبلع شوي. كتير حبيته صراحة. قبل ما أحكي عن الأكل، بدي أحكي عن أدي أنا حبيت طريقتك بالمطبخ، كيف منظمة، كيف عم تعملي كل خطوة بخطوتها. حبيت كيف عم بتنطفي. فكرتيني بحالي. أما للطعم الأوزي صراحة عجبتني نكهة القرفة باللحمة، نكهة يعني مبهرة صح، واللوز مقرمش، الرز مستوي مظبوط، ويسلم ايديك. انا يعني شفت ناس بطبخوا بس زيك بخيل ما مر علي. ما في ابخل من هيك. بس زبط معك صحن بالاخر، يعني بالاخر زبط معك انه يعني عشان نفسيتك حلوه يطلع معك صحن حلو، بس مش فاوش بخيله يعني. شويه لحم زياده، شويه اشياء هي مقدره. مقدره بالضبط يعني. برافو عليك. يعني زي ما ضحكت علينا شوي، لانه احنا اقرب لنا شوي منظر الاوزي عشان فيه جزار وفيه بزله وفيه لحم وفيه كل هالاشياء. برجع بحكي كمان مره، انتوا التنتين يعني
40 دقيقة عملت أوزي. فإذا بدي أحكي إشي هيك زيادة، أوكي، أنتوا التنتين قدمتوا لبن، حلو لو اللبن هيك يكون مخلوط مع إشي، مش فارق يعني. أو إذا بدكم تحطوه سادة، في طريقة لللبن تكون طريقته كتير أحلى، لما تخفقوه منظره بيطلع أحلى. فأنتوا بتعملوا فيه قبل ما تقدموه، بتخفقوه هيك على السريع، أوكي، فطريقة كي بصير هيك أنعم، منظر كتير ناعم بصير، فبصير شكله هيك جعبالك، تحطي لبن مع الأكل بس. تمام. غادة، يسلموا إيديكي. أولاً أنا هكلمك على طول، هندخل في الموضوع. الأوزي بالنسبة لي أنا لازم جوه يبقى مخلوط معاه، يعني الحاجات اللي أنت حطاها فوق لازم يكون موجود منها في الرز. فالرز مستوي حلو، والجزر شوفي هو الدنيا أذواق، وما بنقدرش نقول على حاجة صح وعلى حاجة غلط. كل حاجة بتعجب عيلتك هو ده الصح، فأنتوا بتعملوه بجزر، إحنا ما بنعملوش بجزر مثلا خالص. الرز الأوزي بالبسلة بس عندنا بالجزر طعمه حلو، فمش هقدر أقول لك ده غلط أو صح، لأن في الآخر طلعتي طبق حلو على ذوق مامتك، فطبقك حبيته، والقرمشة بتاعت اللوز ممتازة، والنكهة برضو كنت حابة تكون النكهة أقوى، برضو النكهة مش قوية، بس غير كده برضو برافو عليك إنك في السن ده طلعتي حاجة زي دي، يعني بصراحة حاجة تفرح. طيب، بعد ما سمعنا رأي لجنة الحكم بالطبق اللي قدمته نورة والطبق اللي قدمته رن، صار الوقت إن نعطيهم المجال إنهم يفكروا ويشوفوا مين هو الشخص اللي لازم يكمل معانا ومين لا. يلا. طيب، أعطي لكم وقت إنكم تشاوروا وتشوفوا مين هو الشخص اللي رح يكمل معانا ومين لا. تيمور. طيب، أنا تيمور. تيمور لازم يحكي عشان أنا أطلع الوحش. طيب شوف، يعني انتو تنتين رجع بحكي كمان مرة كتير شاطرين، فهدول الشغلات الصغيرة هي بتسبق. اوكي، ما طلع لي هيك. طيب يا تيمون، انا توترت صراحة. يلا، هو تنتين مجننوا. طيب، اللي فايز معنا اليوم متوترت. طيب اوكي، هي مادة رن. ألف مبروك يا رند، برافو. أنا رأيي برند إنه كيف قدمت الصحن تبعها كتير كان حلو، ولما قعدت تشتغل من المطبخ تضبطب وراها كل ما تسوي إشي. كنت متفاجئة وبنفس الوقت حزينة لنورة لأنها كانت راح تترك المسابقة، لأني حسيت إنه هي كانت بدها تفوز. بهيك بتكون رند انتقلت معنا للمرحلة الثانية، ورح تواجه المزيد من التحديات ضد أشخاص آخرين دخلوا معنا بمشروع شيف. شكرا كثير انك كنت موجوده معنا لليوم، وبهيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم. تابعوا مشروع شيف لتعرفوا مين رح يتاهل معنا للنهائيات، وما تنسوا تعملوا شير وسبسكرايب لتعرفوا مين الاشخاص اللي رح يضلهم مستمرين معنا ومين لا.